آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زرنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصارا. اللهم أيد الإسلام وأنصارا. اللهم أيد الإسلام وأنصارا وأذل الشرك وأشرارا. اللهم إنا نجلوك من وفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا أجمعين لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم يا ميسر يسر أمورنا. اللہ ہماری مغفرت فرما. ساری امت کی مغفرت فرما. امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. جو محنتیں ہو رہی ہیں اور جو دینی خدمتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں کو اور تمام دینی خدمتوں کو اپنے کرم سے قبول فرما. اس میں ترقی پیدا فرما. اخلاص والوں کو استخلاص والوں کو اے اللہ اس کام میں اپنے کرم سے شامل فرما. انہیں جوڑ دے. ایک ایک کو توفیق عطا فرما دے. اور ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما. ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہم کو عطا فرما دے. جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کو بھی اپنی پناہ میں لے لے. جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد. سبحان ربک رب العزت.